كلنا سمعنا الطلاق ديال الفنانة المقتدرة والأخت سناء عكرود من الزوج ديالها الفنان حتى هو المقتدر السي مروازي. صراحة احنا ما بغيناش هاد الشيء يكون، ولكن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهاد الشيء كيوقع. كنتمنى أنه ما يكونوش الناس ديال السوء يتدخلوا في هاد الطلاق، وأننا كفنانة ولا كأسرتين يحاولوا ما أمكن يعني يحاولوا يصالحوا بيناتهم، وكنتمنى أنهم يرجعوا لبعضياتهم. هما بجوج فنانين يعني عظيمين وجميلين وعزيزين. كنتمنى لكم حياة سعيدة. كنقول لكم من أجل الأبناء، من أجلنا احنا، من أجل الجمهور، يحاول الإنسان يغض الطرف على عيوبنا. كلنا عندنا عيوب. كنتمنى كما قلت أنه يكونوا ذوي النوايا الحسنة يتدخلوا في هذا الطلاق، وإن شاء الله مستقبلا ترجع سناء عكرود للمروازي. وتبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بألف خير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى.